السلام عليكم، اهلا بكم يا جماعه. هنعمل في الفيديو ده نموذج برضو لجيبه او جونيلا. هنشوف او سكيرت للطفله، افكار جديده. انا عندي افكار وشفت طرق كتيره لعمل جيبات او جونيلات او سكيرتات كده، فهي يعني عجباني قوي ولذيذه جدا للاطفال بالذات البنوتات الصغيرين. فهنشوف مع بعض طريقه عمل الجونيلا دي، هتعمليها بالطول اللي انت عايزاه والدوران الوسط زي ما قلت، عدد الغرز اللي انت عايزاه. قيسي دوران الوسط بتاع البنت او الطفله بالمزوره وبالسنتي، وبتشتغلي بابرك وخيطك على عدد من الغرز يساوي الطول اللي انت عايزاه زي ما يطلع معاكي، 40 سنتي، 50 سنتي، زي اشتغلي بالخيط بتاعك، لان الخيط بيفرق والابر بتفرق. فمش هقولك كم سنتي وكم غرزة بالظبط، المهم انا بوريك الطريقة والغرزة الجديدة دي والطول اللي انت عايزاه والعرض اللي انت عايزاه، وبتعمليها على ابرتين عاديين وفي الاخر بتخيطيها من الجنب كده. فانا بوريك الشكل ده كأنه نص الجيبة اهو، كمان مصغر عشان الفيديو يبقى صغير. هنشوف مع بعض خطوة بخطوة هنعمل نموذج السكيرت دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي شغل الجيبة يا جماعة من القمر. اللي ما يعرفش، انا عملت نماذج لجيبات كتيرة. القمر نعمل له نوع من البليسيه، يبقى مفرغ كده، يطلع مفرغ برقين طبقتين. انا اشتغلت جزء منه وهشتغل معاكم اهو. ان احنا بنشتغل بليسيه، بنشتغل العدلة الغرزة. بعد ما اخدنا مقاس دوران الوسط للمقاس اللي احنا عايزينه، بنشتغل عدد غرز المساوي ليه. بنبتدي ناخد غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، بنسحبها، نطلع الخيط ونسحب الغرزة المقلوبة كده من غير شغل، وننزل نشتغل الغرزة العدلة، وهكذا لغاية سمك المطلوب اللي احنا عايزين نعمله للقمر. قمر بليسيه بالطريقة دي، نشتغل عدلة ونطلع نسلة المقلوبة كده، وننزل الخيط عشان نشتغل الغرزة العدلة، وهكذا لغاية ما نخلص الغرز اللي احنا عملناه اهو. انا اشتغلته في كذا فيديو، الطريقة دي انا عاملة نموذج لعدد غرز قليل عشان اوريكم فكرة الجيبة. بعد ما نخلص السمك اللي احنا عايزينه اهو، نبتدي نشتغل بقى بالغرزة العدلة والسطر اللي جاي ده، نشتغل بعد ما عملنا القمر السمك اللي احنا عايزينه. ممكن تعرضوا اللي انتوا السمك اللي انتوا عايزينه. بنشتغل بالغرزة العدلة واحنا نازلين بقى في الجيبة كده، بنشتغل سطر وسطر، وبعدين نبتدي نعمل توسيع في الغرز طبعا، لان القمر بعد مسافة يعني من سطر وسطر. هنشتغل اهو سطر بالغرزة العدلة وسطر بالغرزة المقلوبة مسافة معينة، وبعدين بعد كده هنبتدي نعمل توسيع للغرز واحنا نازلين. بخلص انا كم سطر، سطر عدل وسطر مقلوب مسافة كده، وارجع لكم تاني. بعد ما اشتغلت المسافة دي يا جماعة، حوالي 6 اسطر كده، او انتم ممكن 4 اسطر كفاية، يعني مسافة 10 سنتي او حاجة، نبتدي نعمل توسيع للغرز عشان الجيبة المفروض تنزل على واسع. يعني هناخد اول غرزة كده، ازاي هنعمل ان انا اعمل لفة وغرزة. ممكن اعمل كل غرزة لفة لو عايزها توسع قوي، او كل غرزتين. انا هعمل كل غرزة لان انا عامل عدد غرز قليلة، لفة وغرزة عادي، لفة وغرزة عدل، لفة وغرزة عدل. فارفع الخيط لفوق كده واشتغل غرزة عدل، لفة وغرزة. طبعا اللفات دي هتعمل لي توسعة، تضاعف لي عدد الغرز. لفة وغرزة، لفة لفوق وغرزة، لفة لفوق الخيط وغرزة،
لفة غرزة. هبتدي اشتغل بقى من سطر الظهر، هبتدي من ظهر الشغل بقى، مش هشتغل كل الغرز مقلوبة بعد ما عملت اللفات يا جماعة، هشتغل كل الغرز عدلة، هتعمل لي شكل حلو من الظهر. هشتغل كل الغرز باللفات عدلة السطر ده، اخد كل الغرز بالغرزة العدلة من ظهر الشغل. شوف شكلها بعد ما اخلص السطر، نشوفها مع بعض شكلها ايه. اخلص السطر كله بالغرزة العدلة وهشوفها مع بعض. يكون ده شكل الشغل يا جماعة، بقت شكلها بارزة كده واجور. نشتغل بعد كده بقى من وش الشغل بالغرزة العدلة برضو، السطر اللي جاي ده مسافة بقى بعد ما عملنا توسيع الغرز الضعف تقريبا اهو. اشتغل عادي عدد من الاسطر عادي، من الوش بالغرزة العدلة ومن الظهر بالغرزة المقلوبة. نمشي مسافة زي ما مشينا لفوق كده، 5 اسطر مثلا او 6، وهرجع لكم تاني نشوف هنكمل الشغل ازاي. خلص السطر اهو، يكون الشكل كده بقى الشكل ده شكل حلو، وفي نفس الوقت الغرز زادت ووسعت، الجيبه نازله على واسع اهي. هكمل من ظهر الشغل بالغرزه المقلوبه وكذا سطر من الظهر مقلوب والوش عدل، ونرجع نكمل. بعد ما مشيت مسافة يا جماعة زي المسافة اللي عملناها فوق، انا عملت 6 اسطر هنا، هبتدي اكرر نفس الغرزة اللي عملتها دي. ان انا عملت ازاي اشتغلتها كده، هنعملها مع بعض تاني. ان بقى عادي باخد غرزة عادي والف الخيط لفوق واشتغل كده، عدد الغرز هيتضاعف تاني، نعمل توسيعة تاني اهو اهو. هخلص بعد ما اخلص السطر ده، هنيجي من ظهر الشغل نعمله عدل مش مقلوب عشان يدينا بروز كده زي ده، زي الحرف ده. يبقى بناخد لفة الخيط لفوق ونشتغل اللي بعدها عدل اهي، الخيط لفوق هو اللي بعدها عدل. على فكرة يا جماعة الغرزة دي لو عايزين تعملوها يبقى شكل بس ديكور كده ومفيش زيادة الغرز، بتعملوا لفة خيط وتاخدوا 2 مع بعض عدل عشان ما يحصلش زيادة في الغرز. يعني بدل اللفة الزيادة اللي بنعملها تروحوا مقصينها تاني ازاي، 2 في 1 مع بعض، 2 عدل معا كده. لكن انا عايزين نعمل زيادة في الغرز، فبنعمل لفة خيط لفوق نشتغل بعدها 1 عدل بس. يعني الغرزة دي ممكن تعمل كديكور بس، وممكن تعدل تتعمل ديكور وفي نفس الوقت زيادة للغرز، مضاعفات الغرز. احنا هنا في الجيب عايزين نعمل توسعة تنزل على واسع، فبنعملها. خلص السطر ونيجي لظهر الشغل عشان نشتغله بالغرزة العدلة. خلصت السطر يا جماعة وجيت من ظهر الشغل اشتغلت الغرز كلها عدلة اهو، هخلص اهي. يبقى في ظهر الشغل بنشتغل، خدوا بالكم هنشتغل السطر ده من ظهر الشغل بالغرزة العدلة، كل الغرز باللفات اهي بالغرزة العدلة كده اهو. خلصت السطر اللي هو في الظهر اهو الغرزة العدلة عشان يعمل لي بروز زي ما قلت، وبكمل. هنشوف، لا هنكمل بقى ايه، هنبتدي نعمل بقى غرزة معينة على شكل الصدفات كده اسمها سكالوب، سكالوب ستيتش او غرزة السكالوب، هنعملها مع بعض. احنا وصلنا للمرحلة دي شكل الجيبة كده، نبتدي نشوف هنعملها ازاي. يبقى نشتغل الغرزة اللي في ديل الجيبة دي يا جماعة، دي غرزة جميلة قوي، ممكن حتى كنت تعملوها سادة وتعملوا بس الجزء اللي في الديل ده. نبتدي الغرزة دي بتتعمل مضاعفات العدد 13+2 يعني للحواف، فنبتدي وبتتعمل
على 6 اسطر. هنبتدي السطر الاول من على وش الشغل. انا اشتغلت السطر اللي هو في ظهر ده، اشتغلته في الظهر عادل، اشتغلت واحد عادل من قدام واحد مقلوب، وجيت عشان نعمل الغرزه دي. هنبتدي نشتغل الغرزه. نبتدي باول غرزه في السطر، ناخدها عدل من على وش الشغل، هنشتغلها عدل، وبعدين نسلت دي كده بالطريقه دي، ونشتغل اللي بعدها عدل، ونقلب اللي سلتناها عليها، وبعدين نشتغل 9 غرز عدلين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد كده نشتغل 2 عدل مع بعض، نكرر هنكرر، واخر غرزة في السطر ناخدها برضو عدل. هنكرر ايه؟ نكرر اللي عملناه ده تاني، نبتدي نكرر يا جماعة اللي عملناه، اللي هو من اول نسلك واحدة ونشتغل اللي بعدها عدل، ونقلب اللي سلتناها عليها، و9 غرز عدلين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبعدين 2 عدل مع بعض كده، هو ده اللي بيتكرره لغاية ما نخلص كل الغرز وينتهي السطر واحدة عدلة. هخلص السطر ونيجي السطر اللي ظهر الشغل هنشتغله مقلوب. خلصت السطر يا جماعة، هنيجي من ظهر الشغل نشتغل السطر اللي جاي ده بالغرزة المقلوبة عادي، مفيش مشكلة. اهو من ظهر الشغل تاني سطر في الغرزة دي هنشتغله بالغرزة المقلوبة. انا هخلصه وهرجع لكم. احنا عايزين الغرز اللي تبقى موجودة عشان نعمل الغرزة دي مضاعفات 13 وزيادة غرزتين للحواف، بتعمل مضاعفات 13 زائد 2. نحاول واحنا بنعمل الغرز يكون عندنا عدد من غرز مضاعفات 13 وعليه غرزتين زيادة. خلص السطر من ظهر الشغل مقلوب، ونيجي للسطر التاني في الغرزة هنشوف هنعمله ازاي من وش الشغل. نيجي للسطر الثالث من وش الشغل يا جماعة الغرزة. اشتغل اول غرزة عدل، دي مش بتتكرر. اشتغل اللي هيتكرر هو اللي هيجي، ان انا اسلت واحدة كأنها اشتغلها مقلوبة كده، وبعدين اشتغل واحدة عدلة واقلب اللي سلتها عليها، وبعدين اشتغل 7 عدلين. 7 عدلين. 2 3 4 5 6 7. بعدين اخد 2 عدل مع بعض واكرر، اكرر تاني اللي عملته، ان انا اسلت واحدة كده واشتغل التانية واقلب اللي سلتها عليها. شايفين يا جماعة؟ بعد المقلب اللي سلتها عليه اشتغل 7 عدلين. 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده اخد 2 عدل معا بالطريقة دي، 2 عدل مع بعض، وابتدي اكرر ان اسلت واحدة واشتغل اللي بعدها، واسلت اللي قلب اللي افوت اللي سلتها على اللي عملتها،
على اللي اشتغلتها، وبعد كده اشتغل 7 لين وهكذا، اكرر وانتهي السطر بغرزة عدلة. 7 لين، 4 5 6 7، خدت 2 عدل معا، بعدين بعد السبع 2 عدل معا اهو، وانتهي السطر بغرزة عدلة. ده السطر التالت. الرابع هيبقى مقلوب من ظهر الشغل، وهنشوف الخامس وش الشغل. اشتغلت الرابع يا جماعة من الظهر بالغرزة المقلوبة، ونيجي للخامس من وش الشغل. هنشتغل اول واحدة عدلة، وبعدين نسلت واحدة، ونشتغل اللي بعدها عدلة برضو زي ما عملنا قبل كده، ونسلت نفوت اللي سلتناها على اللي اشتغلناها اهي. خلاص يا جماعة، وبعدين نعمل لفة خيط لفوق ونشتغل واحدة، نشتغل واحدة عدل، وبعدين لفة خيط، ونكرر ده 5 مرات. خلاص عملنا يعني اول لفة اهي، اول لفة واحدة عدلة ولفة. ابتدي اشتغل واحدة عدلة تاني ولف 5 مرات، واحدة عدلة ولف، واحدة عدلة ولف 5 مرات. عد اشوف اشتغلت كم مرة. واحدة عدلة، 1 2 3 4، عدهم 1 2 3 4، هعمل كم مرة؟ 5. بعد كده اشتغل 2 عدل مع بعض، اكرر اللي انا عملته ده، ان انا ابتدي اسلت يعني ما هشتغل. اول واحدة اشتغلتها دي في اول السطر بس، ابتدي اسلت واحدة واشتغل دي اللي بعدها، واسلت فوت اللي سلتها عليها. خلاص يا جماعة، وبعدين اعمل لفة خيط، اشتغل واحدة ولف، اشتغل واحدة ولف، ادي تاني مرة اشتغل واحدة عدل ولف، تالت مرة واحدة ولفة، رابع مرة واحدة ولفة، 5 مرات. وبعدين اشتغل 2 عدل مع بعض، كرر كده لغاية ما اخلص الغرز وانتهي السطر واحدة عدل. ده 5 سطر. خلصت السطر من الوش يا جماعة، اللي هو السطر الخامس، بان اشتغلت اخر غرزة بالغرزة العدلة. اخر سطر اللي هو السطر السادس من ظهر الشغل يا جماعة، هنشوف هنشتغله ازاي. هنشتغله كله بالغرزة العدلة. السطر السادس هنا بالغرزة العدلة، ده اخر سطر في الغرزة، تكون 6 اسطر. اخلص اهو السطر السادس في الغرزة من الظهر بالغرزة العدلة، هخلصه بالغرزة العدلة كله واوريكم شكل الشغل ايه. يكون ده شكل الغرزة كده يا جماعة، مش هتبان لما تكرر. هنكررها بقى من السطر 1 للسطر 6، واوريها لكم مع بعض يكون شكلها ايه، نشوف شكل الجيبة في النهاية شكلها ايه. المهم ان هنكرر الغرزة من 1 ل6، الغرزة اللي هنعملها في الديل دي. يكون ده شكل الجيبة يا جماعة في الاخر، بعد ما كررت الغرزة 2 مرات. انتوا هتكرروها عدد المرات بالطول اللي انتوا عايزين لغاية ما تخلصوا طول الجيبة. ختمت الغرز عادي من تحت، وبيكون ده شكلها. يا رب تكون عجبتكم الطريقة وفهمتوا معايا. الغرزة بكل بساطة سهلة طبعا، واللي عنده سؤال انا مستعدة للاجابة عليه، سيبه في التعليقات. وقبل ما انهي الفيديو، اتمنى لو عجبكم تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم، عشان كل الاستفادة تبقى اكتر. واللي مشتركش لسه في القناة يضغط سبسكرايب ويدوس على الجرس،
عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بينزل. ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.